هذا وشهد اليوم الأول للعام الدراسي الجديد زيارات ميدانية من قبل المحافظين لعدد من المدارس، وذلك تنفيذا لتوجيهات الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الهادفة إلى تسهيل العودة الآمنة للأبناء والبنات إلى مدارسهم، حيث اطمأن المحافظون على الإجراءات المتخذة واكتمال الاستعدادات لاستقبال الطلبة مع بداية العام الدراسي الجديد، معربين عن تقديرهم لمعالي وزير الداخلية على توجيهاته وتوفير كافة الإمكانات اللازمة من خلال مختلف أجهزة الوزارة من أجل عام دراسي آمن وموفق لأبنائنا الطلبة. في الوقت الذي أشاد فيه سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيم وزير التربية والتعليم بمبادرة المحافظين بزيارة المدارس والتي تأتي في إطار الدعم الكبير من جانب معالي وزير الداخلية خلال جولاتهم التفقدية التي شملت عددا من المدارس بمحافظات المملكة، اطلع المحافظون على الإجراءات المتبعة لضمان سلامة الطلاب والجهود المبذولة في سبيل انسياب عملية العودة إلى المدارس بشكل آمن. وفي ظل التنسيق القائم بين الجهات المعنية بوزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم، طلع المحافظون على الاستعدادات والخطط الموضوعة من قبل مديريات الشرطة والجهات المعنية الأخرى لضمان سلامة الطلبة وتنظيم الحركة المرورية عند المدارس وفي محيطها، كما تفقدوا استعدادات المدارس والتأكد من جاهزية الفصول التعليمية والمرافق الأخرى لاستقبال الطلبة في ظل حرص المحافظات على ضمان انسياب العملية التعليمية وتوفير كافة أشكال الدعم اللازم لنجاحها.